حلقتنا النهارده هنتعلم مع بعض الترقيم في الاكسل ومميزات داله سيكونس. علشان تعرف ايه هي مميزات داله سيكونس بالنسبه للترقيم، فانت لازم تكون فاهم داله سيكونس في البدايه. في البدايه كده، لو جيت وقفت في اي خليه وابتديت ان انت تستدعي الداله الخاصه بسيكونس، تكتب كده يساوي، تكتب سيكونس، مجرد ما بتكتب اول جزء فيها بتظهر لك الداله، اضغط عليها مرتين بالماوس هتظهر معاك الطلبات بتاعتها. فهو هنا كاتب لك روز، وكاتب لك كولومز، وكاتب لك ستارت، وكاتب لك ستيب، يعني عايز صفوف وعايز أعمدة وعايز بداية وعايز خطوة يتحرك بيها. احنا هنا اتفقنا ان دالة سيكونس هي دالة بتتعامل مع الأرقام او بتولد لك أرقام، بس طبعا بنمط معين انت بتحدده. فهنا انت هتديله عدد الصفوف اللي انت عايز الأرقام بتاعتك تظهر فيها، وليكن مثلا 3 صفوف، وبعدين بتعمل كوما وبتدي له عدد الأعمدة. انت عايز الأرقام بتاعتك تظهر في 4 أعمدة، يبقى الأرقام أو المدى الرقمي بتاعك هيظهر في 3 صفوف و4 أعمدة. بعدين تعمل كوما ستارت. ستارت هنا معناها البداية الخاصة بالأرقام، انت هتبتدي الأرقام بتاعتك من رقم ايه. فأنا مثلا هبتدي الأرقام بتاعتي من رقم 1، وبعدين هعمل كوما وهمشيها كل 5 أرقام، يعني بعد 1 يعدلي 5 أرقام ويجيب لي الرقم اللي وراه. فالخطوة بتاعتي هتكون مثلا 5، واقفل القوس بتاعي واضغط انتر. النتيجة اللي هتطلع لك هتطلع لك بالشكل ده. هو كتب لك الأرقام بتاعتك أو المدى الرقمي بتاعك في 3 صفوف زي ما انت حددت، وفي 4 أعمدة زي ما انت طلبت منه، وفي نفس الوقت بدل الترقيم بتاعك من رقم 1، والخطوة اللي اتنقل بيها كانت كل 5 أرقام. فهنا قال لك 1 6 11 16 وهكذا لغاية ما خلص عدد الصفوف وعدد الأعمدة اللي انت حددتها لي. ده كده أول استخدام ليها. طيب احنا ممكن نستفيد بيها في ايه تاني؟ انت ممكن تستفيد بيها في عملية الترقيم. يعني دلوقتي مثلا لو انت عندك شيت اكسل ومحتاج ان انت تحط ترقيم للصفوف، فهتيجي تقف كده في اول خلية وتكتب له يساوي، وبعدين هتكتب الدالة سيكونس، تضغط عليها مرتين. انت هنا عايز الترقيم بتاعك يظهر لك فين؟ انت عايز الترقيم بتاعك يظهر لك في الصفوف. كل اللي انت هتعمله ان انت هتكتب له عدد الصفوف اللي هو خاص بالأرقام. فأنت ممكن مثلا تقول له أنا عايز 50 صف، وتقفل القوس وتضغط انتر، هيطلع لك الأرقام من 1 لغاية رقم 50 بشكل أوتوماتيك زي اللي موجود قدامك ده كده. طب لو أنت عايز الترقيم بتاعك يكون في الأعمدة، يعني الترقيم بدل ما هو كان ماشي في الصفوف، لا هيبقى 1 2 3 4. فهتيجي هنا كده وتكتب يساوي، وبعدين تكتب سيكونس دبل كليك. هنا أنت عايز الأرقام بتاعتك مش في الصفوف، انت عايزها في الأعمدة، يبقى هتسيب الجزء الأولاني الخاص بالصفوف ده فاضي وتحط كوما، وتروح على الجزء الخاص بالأعمدة وتحط عدد الأرقام بتاعتك، وليكن مثلا أنا هحط 10، وبعدين أقفل القوس وأضغط انتر، هيطلع لك الأرقام بتاعتك من 1 لغاية رقم 10. كده هو ولدها لك في الصف، يعني ولدها لك على مستوى الأعمدة. دلوقتي لو انت محتاج انك تعمل ترقيم تلقائي بس في نفس الوقت ما يظهرش غير لما تكتب في الخلايا، يعني محتاج ان انت تطور من استخدامك لدالة سيكونس، محتاج ان انت تضيف ليها حاجة. فلو جيت بصيت هنا مثلا، شايف الأرقام دي 1 2، هي الرقم مش هيظهر غير لو كتبت في الخلية دي. يعني مثلا لو جيت هنا وكتبت اي كلمة وضغطت انتر، هتلاحظ ان الترقيم ظهر معاك. في حالتين عندك، هنا ظهر الترقيم على شكل 1 2 3، وهنا ظهر قبليه نص. الفرق ما بينهم انا هوضحه لك دلوقتي. علشان تعمل تسلسل الارقام يكون بالشكل ده، ومجرد ما تكتب في اي خليه وتضغط انتر يظهر الترقيم بتاعها اوتوماتيك، كل اللي انت هتعمله ان انت هتيجي كده تقف في الخليه بتاعتك وتكتب يساوي، وتكتب الدالة سيكونس، تضغط عليها، وهنا هتبتدي تقول له ايه انت عايزه يولد ارقام. فانت مش هتحط له الرقم مباشرة، لان انت عايز الرقم يظهر مجرد ما تكتب في الخلية اللي موجودة في B2. ففي اللحظة دي انت هتطلع عدد بناء على الكتابة اللي هتتكتب في الخلية اللي قدامه، هتطلع عدد بناء على الكتابة. يبقى انت هتستخدم count A، هتكتب count A، تضغط عليها كده، هيبتدي يقولك ايه القيمة اللي انت عايزها او ايه القيمة اللي انت عايزه يعمل لها عد. فانا عايز مجرد ما يكتب اي حاجة في العمود B، فهضغط كده على العمود B
يظهر لي هنا الترقيم بتاعي. طب لو انت عايز اكتر من عمود، يعني لو عايز مثلا لو كتبت في الخلية اللي في العمود بي يظهر الرقم، او في العمود سي او في العمود دي، هتغير بس الايه الرينج بتاعك او المعدل بتاعك. طب خلينا في الاول كده نحدد له اي خلية في العمود بي، فهعلم على العمود بي واقفل القوس الخاص بدالة كاونت ايه، واقفل القوس الخاص بسيكونس واضغط انتر. تعالى هنا كده اكتب اي كلمة واضغط انتر، هتلاحظ ان الرقم ظهر معاك. اكتب اي حاجة تانية، الرقم ظهر معاك برضو. طب لو رحت في خلية تانية ووقفت كده وكتبت اي رقم او كتبت اي حاجة اي نص، الرقم مش هيظهر. ليه؟ لان انت هنا في المعادلة ما دخلتش غير العمود ده. طب لو عايز لو كتبت في اي عمود يظهر لك الرقم، كل اللي انت هتعمله انك هتروح عند المعادلة كده وهتيجي عند الدالة الخاصة بالكاونت ايه، وبدل ما هتحدد العمود بيه بس، لا هتزود شوية التحديد بتاعك على حسب الاعمدة اللي انت عايزها، وبعدين هتضغط انتر. لو جيت هنا بقى وقفت في اي خلية كده من الاعمدة اللي انت محددها وكتبت اي نص وضغطت انتر، هتلاحظ ان الرقم بيظهر معاك بالشكل ده. طيب نفترض دلوقتي ان انت عايز الرقم يظهر معاك بس عايز يظهر قبليه نص زي النص اللي موجود قدامك ده، هتزود حاجة بسيطة جدا على الدالة دي. هتيجي هنا كده قبل دالة سيكونس، هتيجي هنا كده قبل الدالة الخاصة بسيكونس، لان انت عايز النص يظهر قبل الرقم، فهتقف قبل سيكونس وتبتدي تكتب النص بتاعك. طالما هتكتب نص يبقى لازم تحط علامة الدبل كوتيشن، تضغط على شيفت وطا وبعدين تعمل مسافة وتكتب النص بتاعك، اي نص انت عايزه، وليكن مثلا نمبر ونحط ايه نقطة، وبعدين لازم نقفل علامة الدبل كوتيشن، وما تنساش ان انت تعمل علامة اند من لوحة المفاتيح بالشكل اللي قدامك ده، واضغط انتر. هتلاحظ ان الارقام ظهرت معاك وفي قدامها نصوص، مجرد ما هتكتب النص بتاعك وتضغط انتر الترقيم بتاعك هيظهر اوتوماتيك. بكده بتكون قدرت ان انت تستخدم دالة سيكونس بشكل مباشر، وقدرت ان انت تستخدمها عن طريق انك تضيف ليها دالة تانية. لو عجبك الفيديو ما تنساش تدعمه بلايك، وتشرفني بالاشتراك في القناة لو اول مرة بتشوفني. بشكركم جدا على المتابعة، واشوفكم في فيديو جديد.